toute l'actu ديال المشاهير اللي عزاز عليكم سيليبريتي نيوز على شادا اف ام. والسيليبريتي نيوز رفقه ميمه غادي نجبدوا غادي نبداوها بروبير دينيرو. مالو هذا اكزاكتومون راشيد اللي يغيف دونك نفصل الممثل والمخرج والمنتج الامريكي روبرت دينيرو على الزوجه ديالو الممثله غريس هايتاور من بعد زواج اللي دام 20 سنه شخ. وذكرت صحيفة The New York Post أن الزوجين ما بقوش كيعيشوا مع بعضياتهم مؤخرا وأن أيضا روبرت مشى تسلم جائزة الأوسكار بوحده من دون زوجة دياله ما بقوش كيظهروا مع بعضياتهم مؤخرا في المناسبات الاجتماعية. نذكروا أن هذا الزواج دام منذ 1997 لحدود هذا السنة. قوسوا عليهم قوسوا عليهم. دوزيام انفورماسيون والجديد ديال أشكين اكزاكتومون دونك صدرت فرقة أشكين عمل فني جديد على شكل فيديو كليب لصورته بطريقة سيلفي من بعد نجاح اللي حققته أغنيتهم الأخرى اللي جمعتهم بالفنانة جايلن. وكل مرة كتحاول فرقة أشكين باش تهضر في الفيديو كليب ديالها وفي الأغاني ديالها على المواضيع الاجتماعية والظواهر اللي كنعيشوها في المجتمع ديالنا. ومؤخرا أو في العمل الأخير ديالهم سلطوا الضوء على المعاناة اللي عاشوها في بدايات مسارهم الفني. J'adore ce groupe, vraiment. Ça fait les hommes qui ont l'issue, mais peut-être pas. Voilà les membres comme l'homme dit, je m'en tâche. Très très belle chanson. C'était les débuts de l'Ashkane. Au radin salut, ma Amita Bachan. Radin khtmo l'mara fil Hind. مع النجم البوليوودي أميتاب باتشان اللي قام بواحد الخطوة إنسانية بزاف بحيث أنه دفع ديون ديال مئات المزارعين من مقاطعة أوتار براديش اللي تولد فيها واللي كتبلغ القيمة ديالها أبوبخي نص مليون دولار. وكشفت وسائل إعلام هندية أن الفنان تكفل بدفع ديون 1398 مزارع وقال أنه فريمون كيشعر بالإنجاز أنه حقق إنجاز كبير بزاف. نذكروا أيضا أنه عشرات الآلاف من المزارعين في الهند تيعانيوا من الديون وأن أبوبخي 300 ألف مزارع قام بالانتحار منذ 1995 بسبب الديون. شحال؟ 300 ألف مزارع انتحروا بسبب الديون. 300 ألف exactement. C'est vrai que Omar a dit que ils sont combien 1 milliard à quelques Thomas Darwin, Darwin, milliard. Le Japon, la Chine. La Chine surtout, le Japon fait 1 milliard. La Chine fait 1 milliard aussi. La Chine, mais le Japon, c'est vrai que Thomas a dit que c'est un peu plus. Et Amita Bachan, tu as dit que 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 tu ودفع النجم البالغ من العمر 76 سنة الديون المستحقة على المزارعين البنك الهند الحكومي اللي صدر بيانات بالقيمة اللي دفعها النجم. بطبيعة الحال هاد الشيء اللي اعتبروه بزاف ديال الناس واحد الخطوة اللي هي إنسانية بزاف وصافي فريمون لو بوز في لي ريزو سوسيو. مزيان انا فنان بطبيعة الحال يكون اونجاجي واحد شويه سوسيالمون ويعطي واحد الشيء. ان هاد الناس من المدينة او من لا ريجون اللي كبر فيها هو بحال راد الجميل. هادو الديو المعروفين بطبيعة الحال في الهند شكون يلا زيد معروفين كابور لا واحدة أخرى شاروخان هما سيان ديو وي شاروخان وشكون أخر ما عنديش معاه وكاجول أنا ما عنديش معاه أنا ما عنديش معاه موسيقى هندية مي شاروخان وكاجول سي دابور هي تبارك الله ماشي لي بيل تخي تخي بيل عندهم شي زين في هذاك اللنت Non mais vraiment c'est un homme des femmes très très belles et واحد الثقافه عندهم فريمون هما ما عندهمش ثقافه وحده وداك التنوع الثقافي اللي عندهم عرفت شحال ديانه عندهم في الهند راه ما يمكنش هما عندهم واحد اللون سبيسيال داك الشيء بزاف عندهم واحد اللون سبيسيال هما اسمر يا اسمراني لا ماشي اسمر شويه اسمر غامق اسمر شويه زرق ما بغيتش نقولها انت راه Et c'est ça aussi Rachid dans cette disque, c'est qu'on est très très varié pour Mozart Adienna ou pour les infos de Canada comme Kulsbach.